صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا، ده موعد القراءة الصحفية التحليلية، وخلونا نبتدي على طول والبداية من جريدة الأخبار في الصفحة الرابعة. ختام ناجح لمنتدى شباب العالم، السيسي للشباب خدوا بالكم من بلادكم اللي بيتهد مش هيتبني تاني. وفي نفس السياق الأخبار بتشير إلى مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون السلام بشرم الشيخ. الرئيس رسالة مصر للعالم، السلام والاستقرار من أجل الإنسانية، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام الذي يقام على هامش منتدى شباب العالم بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، كما التقى الرئيس بمجموعة من الشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام أيقونة السلام. وأعرب الرئيس عن سعادته بالمشاركة في الماراثون اللي بيجمع بين مختلف شباب العالم، كما أكد الرئيس السيسي في كلمة له أن ماراثون السلام تجدد به مصر مواثيق الأمل والطموح والسلام والاستقرار والمحبة. كما أضاف الرئيس أن رسالة مصر التي تجدد إرسالها إلى العالم من مدينة السلام شرم الشيخ هي أهمية السلام والاستقرار من أجل الإنسانية. ونروح لجريدة الأهرام هذه المرة، والحوار عن أيضا المشاركة في المنتدى ومنتدى شباب العالم، والحديث هذه المرة لرئيس مجلس الوزراء الذي يتابع مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ في نفس الوقت اللي كانت بتقام في أعمال المنتدى. على هامش المشاركة بتشير جريدة الأهرام إلى ما عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من اجتماع لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة. وكان من الحضور في هذا الاجتماع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأيضا الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس. وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هناك تكليف بسرعة البدء في تطوير خليج نعمة، وكذلك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة العمل على إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء. وخلال الاجتماع عرض الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس واستشاري محافظة جنوب سيناء مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ بشكل متكامل، واللي بيهدف إلى العمل على جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية في العالم. والحقيقة أن مدينة شرم الشيخ مؤهلة لهذا الأمر بشكل جيد، سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث الصورة الذهنية اللي أصبحت متكونة لدى الجميع في العالم عن هذه المدينة المستعدة دوما لاستقبال الأحداث الهامة، واللي هي في الأساس أيضا واحدة من المزارات السياحية المميزة اللي بيقبل عليها السياح. خلونا ننتقل هذه المرة لجريدة الجمهورية، والحوار هيختلف. هننطلق إلى منتجات لجروند الفرنسية من مدينة السادات ل26 دولة، صنع في مصر، قرار معتمد لأكبر الشركات العالمية. مسؤول الشركة السيسي يقود مصر لعصر التنمية والمناخ جاذب للاستثمار. الخبر نفسه بيؤكد على أن مجموعة لجراند الفرنسية العملاقة ومنتجاتها الكهربائية المصنعة محليا بيتم تصديرها ل 26 دولة تحت شعار صنع في مصر، وبمكون محلي بيصل لأكثر من 99%، وإنها هتقوم بضخ استثمارات جديدة لتطوير مصانعها في مدينة السادات أحد أكبر مصانع الشركة المنتشرة في 90 دولة، مؤكدة أن مصر أصبحت الركيزة الأساسية لتصنيع منتجاتها اللي بيتعدى حجمها 6 مليارات يورو سنوياً. وأعلنت المجموعة أيضا إطلاق نظام جديد للمدن الذكية بيمكن المواطن من التحكم في خدمات منزله من أي مكان لضمان الحفاظ على الأمان والسلامة وترشيد الطاقة. هذا الحديث أكده نقولة حبيب العضو المنتدب للشركة في مصر والشرق الأوسط، وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقود مصر إلى عصر التنمية وجذب الاستثمارات والشركات العالمية الكبرى اللي أصبحت الآن بمسار مشجع جدا، وأن هناك حماسة لزيادة أعمال الشركات المختلفة لما تجده من أمن واستقرار ومناخ أيضا محابي ومحبز للاستثمار الوافد، وإنها عوامل كلها شجعت هذه الصناعة على أنها تنمو وتزدهر في الفترة الماضية، وجعلت شعار صنع في مصر ينتشر كما هو مخطط له بالفعل.
هننتقل هذه المرة للمصري اليوم. وفي المصري اليوم في الصفحة الأولى واحد من الأخبار المهمة اقتصاديا عن أداء المركزي اللي بيؤكد أن 13% ارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج خلال 3 أشهر. الدولار يستقر دون 16 جنيها وتوقعات باستمرار التراجع. والحقيقة أن الدولار له فترة ليست بالقليلة في عملية التراجع وتأكيد لقوة العملة المصرية في الفترة الأخيرة. ماذا عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ارتباطها بانخفاض سعر الدولار مقارنة بالجنيه؟ خلونا نقول صباح الخير للدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي ونسأله. صباح الخير يا دكتور كريم. صباح الخير، أهلا بحضرتك يا فندم وكل مشاهدين النيل الأخبار. دكتور كريم، احنا أمام عدد من العوامل أو المؤشرات الاقتصادية اللي بتشير إلى إيجابية الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، منها انخفاض الدولار أمام الجنيه أو نقول ارتفاع الجنيه في قيمته في الفترة القليلة الماضية بشكل جيد، وأيضا ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بالقيمة اللي ذكرها المركزي ب 13% عما سبق. كيف ترى الأمر؟ طبعا يعني احنا لا يمكن إنكار ان تحسن الجنيه المصري امام الدولار في الفترة الأخيرة، يعني وكان التحسن هذا بشكل تدريجي بيرجع الى الاساس الى استقرار موارد مصر الدولاريه. احنا شفنا بالاضافه الى تحويلات العاملين بالخارج او المصريين بالخارج اللي وصلت تقريبا 26.5 او 27 مليار دولار تقريبا، بالاضافه الى يعني تحسن الصادرات المصريه، يعني احنا الصادرات المصريه في 2018 وصلت تقريبا 30 مليار دولار مقارنه من بضع سنوات كانت 22 مليار، وتحسن ايرادات قناه السويس، وايضا السياحه كان ليها طفره في 2018 وصلت لما يقرب من 12 مليار دولار. كل هذه العوامل بالاضافه الى الاستثمارات الاجنبيه، كل هذه العوامل طبعا مجتمعه ادت الى تحسن الجنيه امام الدولار، والاهم من ده كله النظره المستقبليه الايجابيه اللي هي دايما بتشير بيها او بتشير وتشيد بيها وكالات التصنيف الائتماني والوكالات الاقتصاديه ان مؤشرات مصر ان المستقبل يعني ان المستقبل متفائل، وان كل سنه هيحصل تحسن في الاقتصاد المصري، وان ايرادات السياحه في زياده مستمره، يعني توقعات السياحه ممكن توصل السنه الجايه 15 مليار دولار، ايضا ارتفاع عوائد قناه السويس، ايضا انخفاض الواردات نتيجة ان احنا وصلنا لمرحلة اكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ومن ثم ابتدينا نصدر غاز طبيعي من المستقبل. كل ده هيحسن موارد الدولة الدولارية ولي انعكاساته زي ما احنا شفناها على ارض الواقع على الدولار الامريكي. تحولات المصريين في الخارج هو مورد هام من الدولة المصرية للدولة المصرية، طبعا مصر تعتبر الخامسة عالميا من حيث التحولات المصريين في الخارج بعد الهند والصين والمكسيك، وبالتالي دكتور كريم البعض بيتساءل مع انخفاض او ارتفاع الجنيه امام الدولار او هذه المواجهه الساخنه اللي ليها سنوات، البعض بيتساءل عن الفائده على الارض بشكل حقيقي اللي ممكن تتضح في صوره قرارات حكوميه تتخذها الدوله في هذه الفتره للتعبير بالنسبه للمواطن عن ان هناك نقله بالنسبه للعمله المصريه والاقتصاد المصري. طبعا انخفاض الدولار ده بيأثر في أسعار السلع والمنتجات التي بيتم استيرادها، أيضا بيكون ليه أثر إيجابي على انخفاض الأسعار. طبعا إن أنت في جزء كبير هيكل الواردات كبير، وبالتالي إنك أنت بتتكلم على أسعار قيمتها هتنخفض لبعض السلع والمنتجات، واحنا شفناها في الفترة الأخيرة. أيضا انخفاض سعر الدولار يعني إذا كان أثر على التضخم بالانخفاض ده هيخلي إن البنك المركزي أيضا يخفض من سعر الفايدة. وفي حاجة تاني مهمة أيضا، انخفاض سعر الدولار يؤثر على حجم الدين الخارجي، وبالتالي ده بينعكس على الدين العام، لأنك أنت لما بتقيم دينك الخارجي بالجنيه المصري بعد حالة إذا كان الدولار غالي فبقيمته كبيرة، في حالة انخفاضه فقيمة الدين بتنخفض، وده طبعا يعني كلها بتبقى يعني آثار إيجابية لا يمكن إنكارها. يعني نقدر نقول الاقتصاد المصري في حالة تحسن، يعني احنا ماشيين في الطريق الصحيح. طبعا يعني الإجراءات التنمية والإصلاح الاقتصادي دي كلها بتبقى إجراءات بتاخد وقت وبتاخد مجهود يعني، وبتبقى مستمرة وليس لها نهاية. احنا كانت قرارات صح خدناها من بضعة سنين، واحنا ابتدينا نشوف اهو دلوقتي تحسن سعر الدولار بعد ما كانت بتطلع إشاعات بتيجي من القنوات الموجهة من الخارج انه سعره هيتجاوز ال 40 جنيه او هيوصل 50 جنيه،
فالكلام ده كله طبعا اثبتت الواقع انه الكلام ده غير صحيح، وان يعني الاجراءات اللي قامت بها الدوله المصريه في البدايه كانت اجراءات صحيحه. نعم دكتور كريم، طيب السعر اللي ممكن يصل اليه دولار خلال 2020 القادمه، البعض بيتوقع انه ممكن يهبط اكتر ل 15، والبعض بيقول انه ممكن يوصل ل 14، من وجهه نظرك ايه السعر اللي ممكن يوصل له فعلا الدولار خلال الفتره القادمه؟ هو طبعا الدولار هيوصل لسعر التوازني، السعر التوازني ما حدش يقدر يتوقعه بالضبط. يعني عشان نكون صريحين كمان، يعني احنا المفروض ما نفرحش قوي بالانخفاض ده اللي بشكل مستمر، لان عند نقطه معينه ممكن يكون انخفاض الدولار يعني يعمل مشكله في الاقتصاد، لانك انت يعني احنا الصادرات لما بتكون اسعارها تنافسيه، او الجنيه لما بيكون الدولار لما يكون سعره تنافسي بتبتدي صادراتك بتبقى رخيصه بالنسبه للعالم الخارجي. لكن لما يبتدي ينخفض الدولار، فده ممكن يؤثر على الصادرات، ممكن ايضا يؤثر على السياحه، لانك انت يعني لما بيكون الدولار يتفك بعدد اكبر من الجنيهات ده بيشجع السياحه، بيشجع الصادرات، بيعمل حاجه نوع من نوع اسمها تنافسيه الاقتصاد المصري. ولذلك احنا دايما بنقول السعر المناسب ليس المنخفض ولا المرتفع، ولكن السعر المستقر، السعر المتوازن، ولكن يعني اتوقع انه ممكن يتراوح ما بين 15 و16 جنيه في عام 2020. نعم دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد، اشكرك كثيرا على المداخله وما ابديته من وجهه نظر معي فيها. عودة لقراءة الأخبار، المرة دي هنتجه لجريدة الجمهورية الأهرام عفوا، وفي الصفحة الثامنة، وممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي للأمن والسلم، مناقشات لجنة الدفاع والسلامة والأمن تسهم في توحيد موقف إفريقيا. والخبر نفسه بيتحدث عن نهاية لجنة الخبراء في اجتماعها 12 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقي، من صياغة تقرير مفصل بيتضمن العديد من التوصيات المحددة لعرضها على اجتماع رؤساء الأركان اللي بيعقد اليوم، وبيعقبها العرض على وزراء الدفاع لإقرارها. وأكد ممثل مفوض الاتحاد الأفريقي للأمن والسلم في ختام الاجتماعات أن الدراسة المتأنية والدقيقة لكل التقارير والملفات التي تمت ناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستساهم بشكل كبير في بلورة موقف محدد يعكس مصالح وتطلعات جميع دول الاتحاد وأهداف العمل الإفريقي في مجالي السلم والأمن، موضحا أن جميع الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال اجتماع اللجنة تحظى بأولوية متقدمة في أجندة الاتحاد الإفريقي لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة. هنروح لخبرنا الأخير النهاردة، وخبرنا الأخير من المصري اليوم، والخبر بيتكلم بشكل واضح عن النزاعات الدولية وتأثيرها على الشعوب بشكل كبير. والخبر بيتكلم عن 5 ملايين فار من النزاعات و250 ألف لاجئ في مصر. نائب وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية لتحسين أوضاعهم. وبالطبع مصر تكبدت الكثير من أجل حماية العديد من الفارين من النزاعات وأيضا اللاجئين. معنا على الهاتف للمزيد من الحوار معالي السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير معالي السفير. صباح الخير، أهلا. صباح النور بقى على حضرتك معالي السفير. يعني هذا الكم الكبير من الفارين من النزاعات واللاجئين اللي بيحيوا هنا في مصر، أكيد بتتكبد مصر الكثير من الجهود للحفاظ على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم، فما هي طبيعة الخطوات التي تتخذ في هذا المجال مؤخرا من أجلهم؟ يعني هو اللي بيأتوا إلى مصر طبعا، لأن مصر دولة مضيافة خصوصا للدول الشقيقة. نعم. إلى جانب اللي بيقال من 200 ألف ده يمكن، أو 250 ألف ده يمكن نتيجة النزاعات اللي في سوريا، لكن بالتأكيد لدينا أعداد من الليبيين، لأن الليبيين بحكم الجوار بيعتبروا مصر بلدهم. السودان أفتكر نجاة وقت كان في ملايين من السودانيين مقيمين إقامة دائمة في مصر. نعم. الجديد في هذا أن مصر لا تعاملهم كلاجئين، ولا تشكو ولا تضعهم تحت ولاية الوكالة الدولية لغوث اللاجئين، وده شيء بيقدر من كل الدول. ومؤخرا الاتحاد الأوروبي في أكثر من بيان قدر دور مصر في استضافة هؤلاء اللاجئين، وايضا في منع الهجره غير المشروعه. وده التزام احنا عاملينه في اتفاقيه المشاركه المصريه الاوروبيه، ان نتشارك مع الاتحاد الاوروبي في محاربه ما يسمى بالجريمه المنظمه. الجريمه المنظمه في راينا هي تهريب الاموال، المخدرات،
غسيل الأموال وأيضا الهجرة غير المشروع. الهجرة المشروعة على عيننا ورأسنا، لأن فعلا مصر بتقوم بدور كبير قوي لجعل الهجرة مشروعة، لأن شركائنا في دول أوروبا دول يقال ذات خفة سكانية محتاجة أكثر وأكثر إلى مزيد من السكان. لماذا؟ لأن دول زي ألمانيا ولا بريطانيا ولا فرنسا إيطاليا، كل دي دول معدل المواليد أقل من معدل الوفيات، يعني الناس اللي بتموت أكثر من اللي بتولد. هتلاحظ أن المستشارة الألمانية أشارت كذا مرة أنها على استعداد لتلقي مزيد ومزيد من المهاجرين، بس بشرط يكون هجرة منظمة ومشروعة، عشان لما بتكون غير مشروعة يستغلوا في جرائم ويستغلوا في أعمال لا تليق بهم. بريطانيا في وقت من الأوقات عملت 200,000 تأشيرة لمن يهاجر إليها من كوريا والهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات، يعني اللي هي بتحتاجه، القطاعات اللي هي محتاجة تنميها. بالضبط كده، محتاجة مهاجر ذو جودة معينة. ده اللي بنحاول نعمله في مصر. إن عندنا مثلا إيطاليا عطيانا 6,000 تأشيرة لهجرة منظمة. وزارة القوى العاملة بتحاول تجيب المستعدين يهاجروا وبتدربهم على أعمال السوق الإيطالي محتاجة، اللي هي زي إيه يا فندم؟ بالنسبة لليونان. معالي السفير، أيوة معالي السفير، إيه هي طبيعة الاحتياج مثلا في إيطاليا اللي بتفرضها إنها عايزاها في العمل المصري أو الشخص المصري القادمة؟ إحنا عايزين واحد مش بس بياع جرايد، يعني تأكيد. عايزين واحد يفهم في ميكانيكا السيارات. المباني البنا العادي بتاعنا اللي بيبني طوبة طوبة ده ما عادش مطلوب. لازم يتدرب على إزاي يقيم بيت من الحوائط الجاهزة. كثير من المهن في اليونان في مهنتين مطلوبين جدا، النقل البحري. وتلاحظي حضرتك ان 25% من الاسطول اليوناني هجرات مصريه طالعه من شمال دمياط من عزبه البرج تحديدا. ايضا صناعه المنسوجات في اليونان تستعين كثيرا بصناع المنسوجات المصريين، لان عندهم خبرات تاريخيه وقديمه. هذه النوعيه اللي بنحضر الشاب لها، انما ما فيش واحد يسافر كده على باب الله، هيستغل استغلال سيء ليس في مصلحته هو نفسه. يعني في فرص حقيقية معالي السفير ممكن يجدها الشاب المصري اللي بيتمتع بكفاءة في مهنته أو في حرفته، ولكن ممكن يطرق من خلالها القنوات الشرعية فعلا بشكل حقيقي. بالتأكيد، وهو يجب أن يقبل ما نقوم به من احتضانه. الوزارات المعنية في مصر بتقوم بهذا، لكن أشكولك أن ما فيش إقبال على هذا. هو عاوز حاجة سهلة يركب مركب وقد تغرق وقد لا تغرق وبيضيع فيها فلوسه، لكن لو هو خد الهجرة القانونية هيلقى كل ترحاب، هيلقى استقبال لغاية ما يلاقي وظيفة، وهيكون هجرة آمنة موجودة. مش عاوز أروح لبعيد وأقول في البرازيل، أنا عشت في البرازيل وأرى كيف كان المصريين اللي جايين بطريقة مشروعة بيعاملوا افضل معامله، ولنا جاليه مصريه في البرازيل. ده اللي احنا بنتمناه للمواطن المصري، ان هو يقابل بهذا الترحاب وانه يعامل كعامل ماهر او ايا كان تخصصه في المجال اللي بيتجه اليه. معالي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، بشكر حضرتك على هذه المداخله الصباحيه القيمه، وصباح الخير عليك مره اخرى. مشاهدينا بكده انتهت جولتنا الصحفية السريعة التحليلية لقراءة الأخبار في هذا الصباح، لكن فاصل قصير وبنواصل معكم قراءتنا المتعددة والمختلفة، هذه المرة القراءة الاقتصادية من جديد مع زميلة أمل نعمان، فإليها.